إنها روزين موغاليون، هي التي تصارع بين الحياة والموت، وقرار حياتها أو موتها بيد جلسة مجلس الوزراء. عاملة ليفر فيلير، يعني فشل بالكبد، وفجأة وصلنا على مرحلة الأوبشن الوحيد هي فرنسا. العائق الوحيد هو أنه العملية بفرنسا بكلف 300,000 دولار، يعني نحن كعائلة معنا هالقد مصاري. فمشان هيك بلشنا كراود فاندينج كامبين، طلبنا من العالم يساعدونا قد ما فيهم، بس هيدا الشيء ما بيقدر. فامبارح نزلنا على وزارة الصحة كمان، عطيناهم الملف وقالوا لنا انه بدهم يقدموا الملف بكره على جدول الاعمال. مصادر الجديد اكدت ان وزير الصحة وائل ابو فعور سيعرض ملف روزين امام الوزراء، وسيكون اول الداعمين لسفرها الى فرنسا. وفي حين تبقى ثقافة التبرع بالأعضاء شبه منعدمة في لبنان، من روزين رسالة إلى كل مريض وكل من ينتظر متبرعاً. أنه ما يقطعوا الأمل أبداً، لأن ما يقطعوا الأمل يكفوا. بسمة أمل على وجه روزين وغصة في قلب ابنتها. اليوم الحكومة بلبنان رفضوا انه يعملوا لك العملية وانت تتبرع لامك، لانه من فترة قصيرة عملت عملية وكانت عملية كبيرة. ما بتخافي انه هذا الشيء بشكل خطر على حياتك؟ اذا ما في غير حال ما بدي خلي امي تموت. الجلسة وتسبيقها وقفة استرحام لحث الوزراء على التعاطف مع المريضة، والامل معقود على جلسة مجلس وزراء فقد الامل بمعظمهم، فعسى ان يكتبوا الحياة لروزين ويعيد الأمل بهم. لايال سعد، قناة الجديد.